دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. السلايدات مبينة عندكم. دكتور مبينين. اوكي تمام. حد له اي سؤال على اخر محاضرة اخذناها؟ اعتقد كل المحاضرات حاليا موجودة على الاي ليرنينج لحتى اخر محاضرة اخذناها اللي هي هاي. كان اخر سلايد شرحناه بالمحاضرات السابقة، فبالتالي اللي شرحناه فيه او الموضوع المحاضرة الماضية كان انه كيف بدي اثبت انه الدي في سي البي سي دايمنشن اكزاكتلي ايكوال دي بلس 1 وير دي از ذا نمبر اوف دايمنشنز. حكينا بدنا نثبتها بطريقتين. بدي اثبت اول نقطه انه الدي في سي اقل او تساوي دي بلس 1، والنقطه الثانيه بدي اثبت انه الدي في سي اكبر او تساوي دي بلس 1. فبالتالي اذا اثبتت هاي واثبتت هاي معناته اكزاكتلي دي في سي بيساوي دي بلس 1. شفنا كيف اثبتنا انه الدي في سي اكبر او تساوي دي بلس 1 لما اخذنا دي بوينتس، و لما اخذنا دي بلس 1 بوينتس واخذناهم سبيسيفيك دايكوميتي احنا بدنا اياها ان جنرال. حكينا هل انه بقدر اعمل شاترينج للدي في سي دايكوميتي هاي ولا لا، اللي اعتقد هون فحكينا انه هاي اخذنا ان بتساوي دي بلس 1 بوينتس، اخذناهم زي هيك هاي الاكس دي بلس 1 بوينتس، اخذنا سبيسيفيك values فور ايتش انتري. اول انتري اللي هي الكونستانت، ثاني انتري اللي هي الاكس 2 هون بس، لكن هي الفيرست dimension input، هاي second dimension input، هاي D dimension input، عددهم D plus 1 لأنه أول واحدة راح تكون دائما constant فمشان هيك واحدات. فحكينا هاي كمان الماتريكس invertible، خذ الديترمينانت، الديترمينانت تصير 1 minus 0 فبالتالي دائما 1 فبالتالي في determinant، ولما تكون determinant لماتريكس 1 معنى هالحكي انه ممكن اعملها الانفرس، مشان هيك اوجدنا هالبيرميوتيشن هاي للماتريكس هاي لحتى احصل على ماتريكس انفيرتابل. من خلال الاكس هاي حكينا الواي تبعتها لو تكون اي شيء بدك اياه بغض النظر شو الواي 1 والواي 2 حتى الواي دي بلس 1 فور اني دايكوميتي، هيك مقصود فيها فور اني دايكوميتي we can find a vector w satisfying اللي هو sine of x times w. w اللي هي البارامتر تبعت السيستم تبعي، بتساوي w اللي هي الارقام اللي عندنا هون بغض النظر شو الارقام اللي عندك هون. الx times w حكينا مشان احصل عليها نحصل على w باستخدام الx minus 1 times y، فبالتالي راح نحصل على دايكوميتي بالتفاصيل هاي لا دي بلس 1 للدي بلس 1 لان دي بلس 1، فبالتالي قدرنا نعمل شاتر لدي لان بوينتس واللي هم دي بلس 1. فهاي النقطه حكينا معناها بالمحاضره الماضيه انه الفي سي دايمنشن ممكن يكون بيساوي دي بلس 1 او اكثر من هيك كونه قدرنا نعمل شاترنج لدي بلس 1. هاي اول خلاصه شفناها بالمحاضرة الماضية، أول نقطة بالمحاضرة الماضية. النقطة الثانية شفنا بدنا نشوف هل إنه دي في سي أقل أو تساوي دي بلس 2. معنى هالكلمة هاي مشان أفسرها بطريقة ثانية معناها إنه ما بنقدر نعمل شاتر لأي set of دي بلس 2 points، هيك مقصود فيها. يعني إذا الآن عندي دي بلس 2 points معناته الدي في سي راح يكون أقل أو تساوي بواحد من الدي بلس 2 بوينتس اللي هي دي بلس 1، فممكن تكون اقل او تساوي دي بلس 1. هاي المقصود بالنقطه هاي. حكينا كيف ممكن اثبت انه ما بقدر اعمل شاترنج لاي دي بلس 2 بوينتس. بكل بساطه لو بدي اخذ دي بلس 2 بوينتس معناها انه في عندي بوينتس اكثر من الدايمنشنز، فبالتالي في عندي وحده منهم بقدر استخدمها بقدر اطلعها بلينير كوريليشن من الأذر values الأذر x's ضرب AI. AI some coefficient بغض النظر شو الكوفيشنت هاد. لنفرض انه الكوفيشنت هاي بعضهم أصفار وبعضهم مش أصفار، أوكي؟
فأخذنا مثال عليها. فمن خلال النقطة هاي حصلنا على إنه النقطة اللي بقدر أمثلها باستخدام النقاط الثانية بدي أفترض لها النقطة هاي بدي أفترض لها دايكوميتي معينة. افرض إنه الدايكوميتي لكل الاي اي اللي مش صفر تايمز اكس اي الساين تبعتهم أو الفاليو تبعت الواي اي تبعتهم ساين للاي اي. فجيب شو الواي اي هاي دايكوميتي أنا بدي أفترضها لحتى أثبت هالنظرية هالفكرة هاي هل إنها صحيحة ولا مش صحيحة. فكل اي اي نون زيرو لأنه لو كانت زيرو ما بتعمل contribution بالمرة زيرو تايمز أي رقم ظل صفر فبالتالي بدي أفترض إنه الاي اي نون زيرو. فبالتالي لأي اكس اي لما أضربه بالاي اي تبعته اللي هي coefficient معين والاي اي كانت مش صفر بدي أفترض إنه الواي اي تبعت الاكس اي هاي هي ساين للاي اي. فرضية من عندي أنا فرضيتها لحتى تساعدني شوي بالإثبات. أوكي والاكس جي الفاليو أو الليبل تبعتها ماينس 1 هاي الليبل تبعتها. فالإكس آيز الليبل تبعونهم الساين للإي آي والإكس جي الساين تبعتها أو الليبل تبعتها واي جي بتساوي سالب 1. أوكي فبالتالي راح نطلع بنتيجة no perceptron can implement such dichotomy. يعني ما في perceptron بيقدر يجيب لك الدايكوميتي هاي. مدام ما بيقدر البيرسيبترون يجيب لك الدايكوميتي هاي معناته البي سي دايمنشن راح يكون اقل من عدد النقاط اللي انت معك اللي هو ان اللي هو بالحاله هاي حاليا دي بلس 2. اوكي فبالتالي ليش ما بقدر احصل على الدايكوميتي هاي؟ لانه لما حكينا الاكس جي بقدر اسويها لينير كوريليشن بين الاي اي والاكس اي والاي لا تساوي جي بدي اضرب الطرفين ب دبليو بالويتس فبصير عندي WT times XJ بتساوي AI مجموع الـ AI WT XI. أوكي هون بس ما عملنا ولا إشي غير بس دخلنا WT على الطرفين على اليسار وعلى اليمين. على اليسار حطيناها على يسار الـ XJ على اليمين حطيناها WT بالنص. ليش؟ لأنه هاي فيكتور. أوكي فالفيكتورز هون فيكتورز وهون ماتريكس فمشان هيك حطيناهم بالمكان هذا. لو عندي هالحكي ها أوكي معناها إنه الـ YI بتساوي الـ YI مش الـ YJ بتساوي sin للـ WTXI للـ WTXI أوكي وتساوي sin للـ AI. من وين جبنا هاي sin للـ AI؟ من السلايد اللي قبلي لما فرضنا إنه الـ Y للـ I بتساوي sin للـ AI والـ LI أو sin للـ AI هي نفسها sin للـ WTXI. أوكي هذا معنى هالحكي معنى أوكي إنه الـ AI times WT times XI أكبر من صفر. هسه هاي الساين للـ AI نفس الساين للـ WTXI. بغض النظر شو الساين للـ WTXI وشو الساين للـ AI معناها الحكي إنه لما أضربهم ببعض دائما بحصل على رقم موجب. افرض مثلا سالب سالب موجب موجب سالب في سالب موجب 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 في موجب موجب. فبالتالي اذا التو ساينز نفس الشيء معناته حاصل ضربهم موجب دائما. هاي القاعده معنى هالحكي. هاي وين موجوده؟ موجوده هون. اوكي معنى هالحكي this forces انه WTXJ هاي واللي هي بتساوي مجموع هاي كلياتها راح تكون اكبر من صفر. ليش؟ لانه AI WT XI دائما اكبر من صفر الساين تبعها فمجموعها راح يكون اكبر من صفر لانه الـ AI اللي مش صفار هم اللي بيعملوا contribution بالمعادلة هاي فبالتالي راح تكون اكبر من صفر. فبالتالي معنى هالحكي هذا انه WT XJ دائما قيمتها اكبر من صفر. لكن احنا فرضنا هون ان الـ YJ اللي هي الليبل تبعت الـ J point راح تساوي سالب واحد. فمعنى هالحكي معناها إذا الفرضيات هاي طبعاً هالفرضيات كلها هذا رياضيات مش إشي غريب. معناها إنه WTXJ لازم تكون plus one لكن إحنا هون فرضنا إنها سالب واحد فبالتالي مستحيل أحصل على هالدايكوميتي هاي. therefore إنه الواي آي بتساوي sin للWTXJ وبتساوي plus one لأنها أكبر من صفر فعمرها ما راح تكون minus one. فبالتالي الدايكوميتي هاي اللي فرضناها ما قدرنا نحصل عليها من خلال معرفتنا بالقواعد الرياضية ما قدرنا نحصل عليها أو ما رح نقدر على نحصل عليها بالمرة. هاي الفرضية بتمثل أي دايكوميتي ممكن تخطر على بالك للديب
للدي بلس 2 بوينتس. فبالتالي معناته ما بقدر اعمل شاترينج باستخدام البيرسبترون لدي بلس 2 بوينتس. اوكي ما بقدر اعملهم. فبالتالي معنى هالحكي انه الفي سي دايمنشن تبعنا راح يكون هون، معناته الدي في سي تبعتنا راح تكون اقل من دي بلس 1 بوينت. دي في سي راح تكون اقل من دي بلس، وهي الحاله الثانيه وهي الحاله الاولى. فمعناه لما نجمعهم الاثنين مع بعض اثبتنا هاي واثبتنا هاي، طلعنا بقاعده انه الدي في سي دائما بيساوي دي بلس 1. الدي اللي هو الدايمنشن للسيستم تبعك، الدايمنشن المقصود فيها عدد الفيتشرز تبعونك، عدد الفيتشرز تبعونك. اوكي فخلينا الاسف نشوف شو معنى القواعد هاي، او ليش سوين، او شو اللي قاعدين نستخدمه احنا له الدي في سي هاي، او شو معناها على ارض الواقع. فمشان نعرف دكتور في عندي سؤال لو سمحت. طب والله يا دكتور انا عندي سؤال بالنسبه للفكره العامه للدي في سي. هلا المفروض اني انا بدي اثبت انها تساوي دي بلس 1 صحيح؟ طب هلا لما انا بحكي انها اقل او تساوي، اكبر او تساوي، مش في تناقض؟ يعني انا شايف في تناقض شوي بالموضوع. لا ليش بدي اثبت شغلتين انها اكبر او هاي ثواني هاي شو معناها؟ معناها انه دي في سي اللي طلعنا فيه اكبر او تساوي دي بلس 1. شو معنى دي في سي او مبدئيا شو معناها؟ لما احكي لك الدي في سي بتساوي 7 شو معناها؟ ممكن حد يحكي لي شو معنى الدي في سي بتساوي 7 او 8 او 10 او 20؟ شو معناها؟ انا بستنى جواب. انه هي اكبر عدد من النقاط اللي احنا بنقدر ناخذها من السامبل. لا السبيس صح؟ لا احنا حكينا انه هي جزء من يعني هي بتيجي بعد الدايكومترز. اوكي بس شو معناها؟ الدي في سي عباره عن رقم، بس شو معنى هذا الرقم؟ انه بقدر اعمل شتر لدي بلس 1 بوينت ات موست. بالضبط. فبالتالي معنى هالحكي انه اذا الدي في سي بيساوي على سبيل المثال 10، معناته على الاكثر انت بتقدر تعمل شاترينج لعشر نقاط. هاي معناها. وضحت؟ يعني ما بقدر اعمل ل 11 ولا بقدر اعمل ل 9. لما يكون الدي في سي بيساوي 10 معناها الدايمنشنز تبعونك 9. ليش؟ لانه الدي في سي بيساوي الدي بلس 1 والدي اللي هو دايمنشنز. طب شو يعني دايمنشنز 9؟ معناته عندك 9 فيتشرز، هيك المقصود فيها، معناته انه عندي 9 فيتشرز. هسه لما مشان اثبت انه انا ما بقدر اعمل شاترينج لاكثر من هالقد، معناته انه الدي في سي راح يكون اقل او تساوي دي بلس 1. بينما هاي النقطه الثانيه، بينما اذا اثبتت انه بقدر اعمل شاترينج للنقاطها، افرض سبيل مثال انه انا باستخدام البيرسبترون بقدر اعمل شاترينج لعشر نقاط، اوكي على عيني وراسي. معنى هالحكي هذا، معنى الكلمه هاي، معناته انه الدي في سي، الدي في سي راح تكون اكثر 10 او اكثر. قديش بالضبط ما بعرف، صح ولا لا؟ مش منطق الحكي؟ وضحت النقطه يا ريم؟ ريما دكتور مش انا اللي سالت، بعرفش مين اللي سال. مين العاد اللي سال؟ انا دكتور اللي سالت. وضحت النقطه يا شهد؟ يعني مرة يعني خليك على الخط. تفرض على سبيل المثال انا عندي سيستم معين وقلت لك انه هذا السيستم بيقدر يعمل شاترينج للنقاط هاي اللي اعطيتيني اياها، وكانت النقاط اللي اعطيتيني اياها 10. طب الاكتوال دي في سي، اكتوال دي في سي فاليو للسيستم تبعي، هل معناها انه عدد النقاط اللي اعطيتني اياها؟ الجواب لا، بس على الاقل الدي في سي راح تكون عدد النقاط اللي اعطيتني اياها اللي قدرت انا اعمل لهم شاترينج، صح ولا لا؟ تمام. يعني على سبيل المثال انت عندك سيستم معين، بغض النظر شو الطريقه اللي ممكن تستخدميها انت للسيستم هذا، هسه بالسيستم هذا انت اعطيتني 10 نقاط، باستخدام الطريقه تبعتك بالسيستم تبعك قدرت اعمل شاترينج للعشر نقاط هذول. اوكي ممتاز، كوني قدرت اعمل شاترينج معناته الدي في سي راح تكون اكبر او تساوي القيمه هاي، صح ولا لا؟
قديش بالضبط ما بعرف، بس أنا بعرف على يقين إنها أكبر أو تساوي القيمة اللي أعطتيني إياها، لأنه أنا قدرت أعمل شاترنج للنقاط هاي. ليش؟ لأنه تعريف الـ DVC بكل بساطة عدد النقاط الماكسيمم نمبر اوف بوينتس اللي بقدر اعمل لهم شاترينج باستخدام الدي في سي، باستخدام السيستم تبعي. طب انا قدرت اعمل شاترينج لل10، معناته الدي في سي تبعي على الاقل راح يكون 10، مستحيل يكون 9. ليش؟ لانه انا قدرت اقسم 10. اوكي، اني سيت اوف 10 بوينتس بقدر اقسمهم، معناته الدي في سي راح تكون على الاقل 10. هاي البوتوم لاين. هسه هاي اول جزء اللي اثبتناه، اول جزء لما اثبتنا الماتريكس والانفرس والامور هاي كلياتها، انه لها انفرت الديتيرمينانت لها واحد، فبالتالي لها انفرس، وعرفنا كيف ممكن نجيب الدايكوميتي هاي. هسه النقطه الثانيه اللي هو لما قلنا الساين للاي اي، لو جبنا نقاط اكثر من عدد الدايمنشنز بالرياضيات، لما لو اذا عندي نقاط اكثر من عدد الدايمنشنز، معنى هالحكي انه في نقطه من بيناتهم بتعتمد او بقدر اجيب القيم تبعتها باستخدام النقاط الثانيه. بجيب النقاط الثانيه بضرب بقيم، بحط بطلع بقيمه، هاي القيمه هي نفس النقطه هاي. يعني على سبيل المثال بالاكس واي كوردينيت، بالاكس واي كوردينيت لثلاث نقاط، إذا كان عندي A و B و C وثلاث نقاط كان X إلهن X1 و Y1 و X2 و Y2 و X3 و Y3، واحدة من الثلاث نقاط بقدر أرسمها باستخدام النقطتين اللي ظلوا، بقدر أطلعها بالضبط. بجيب AI بضربها بالنقاط هذلاكة، بطلع معي القيم تبعت النقطة الثالثة. مش بالضرورة رقم ثلاثة، ممكن تكون رقم أولى اثنين وثلاث، من خلالهم أستخدم أطلع رقم النقطة رقم واحد. أوكي؟ فبالتالي لو جبنا N بتساوي D plus 2 points، معناته واحدة منهم. ليش؟ لأنه كان في عندي عدد dimensions أكثر من عدد النقاط، معناته واحدة منهم راح تعتمد، راح تكون linearly correlated بالنقاط اللي ظلوا. يعني بقدر أستخدم النقاط اللي ظلوا لحتى أرسم النقطة هاي. أوكي؟ فمن خلال القاعدة هاي on. Okay, more points than dimensions. We must have واحدة من النقاط من ال x's. Okay, بقدر أرسمها باستخدام ال other x's. يعني النقطة الثالثة بقدر أرسمها بنقطتين الأولانيات بال x y coordinates. هسا ال a i هي عبارة عن coefficient بقدر بضربه بال x i لحتى مجموعهن هذول كلياتهم أحصل على ال x i. هسا من خلال القاعدة هاي، okay، بدي افترض هاي دايكوميتي انا فرضتها، بدي افترض انه على سبيل المثال انه ال XI الليبل تبعونهم هو نفس الساين اوف AI، بدي افترض فرضية من عندي. وبالحالة الثانية ال Y لل J، اوكي، ال Y لل J تبع يعني الليبل تبعت هاي، اوكي، بتساوي ماينس 1. هاي دايكوميتي ال XI الليبلز كلياتهم معروفين، وال XJ الليبل تبعتها ماينس 1. هسا باستخدام الدايكوميتي هاي، او لنفرض انه هاي الدايكوميتي موجوده عندي، الدايكوميتي هاي الموجوده عندي عدد النقاط فيها دي بلس 2 بوينتس، هل بقدر باستخدام البيرسبترون، هون اخذنا البيرسبترون احنا كمثال ندرسه بس مش اكثر، صح ولا لا؟ فبالتالي هل باستخدام البيرسبترون بقدر اعمل شاترنج للدي بلس 2 بوينتس هاي؟ اذا بقدر معناته الدايكوميتي اللي انا فرضتها، اوكي، إذا بقدر معناته الدايكوميتي اللي أنا فرضتها بقدر أحصل عليها. هل بقدر أحصل عليها فعلا؟ خلينا نشوف معنى هالحكي هذا. أوكي، XJ بتساوي مجموع الـ AI XI، إذا بضرب الـ WT هون وهون بحصل على التالي. الـ Y للـ I بتساوي sin، الـ Y للـ I هي sin الـ AI واللي هي نفسها الـ WT XI، هاي من خلال الـ Perceptron، صح ولا لا؟ معنى هالحكي انه الساين للـ AI هو نفس الساين للـ WTXI، نفس الإشارة هون، قيمة هاي بغض النظر عن قديش قيمته، الإشارة تبعت هذا والإشارة تبعت هذا متساويات. كونه الإشارتين متساويات معناته حاصل ضرب هذول القيمتين غصب عني راح يكون أكبر من صفر. هذا رياضي، هذا حساب، حتى زي ما حكينا بالمحاضرة الماضية مش رياضيات. رقمين، الإشارة تبعت هذا ضرب الإشارة تبعت هذا، إذا كانوا إشارات متساوية معناته الحاصل ضرب الرقمين هذول غصب عني لازم يكون أكبر من صفر. أوكي؟
باستخدام القاعدة هاي معنى هالحكي هذا إنه WT XJ واللي هي بتساوي مجموع AI WT XI من خلال القاعدة هاي اللي هون أوكي راح تكون أكبر من صفر معناته WT XJ لازم الليبل تبعها يكون plus one لكن إحنا فرضنا إنه الليبل بدي إياه تبع XJ اللي هو YJ بتساوي سالب واحد معناته الدايكوميتي اللي أنا فرضتها ما قدرت أحصل عليها رياضياً شو معنى رياضياً؟ معناته مش بس للدايكوميتي هاي لأي دايكوميتي بالمواصفات هاي ما بقدر أحصل عليهم وهاي الدايكوميتيز هذول كلياتهم هم بتغطي كل الديب بلس تو بوينتز دايكوميتيز يعني أي دايكوميتي ديب بلس تو بوينتز ما بقدر أحصل عليها فمعنى هالحكي هذا إنه الدي في سي رح يكون أقل أو تساوي بواحد عن عدد النقاط الموجودة D plus 2 ناقص 1 D plus 1 فبالتالي D في C رح تكون أقل أو تساوي D plus 1 ما بدريش ممكن تكون أقل من D حتى أقل من D minus 1 أقل من D minus 2 بغض النظر بس أنا على يقين كوني ما حصلت على الدايكوميتي هاي معناته D في C تبعتي رح تكون على الأقل بواحد أقل من الدايكوميتي تبعتي اللي هي D plus 2 واحد أقل منها معناته D في C رح يكون أقل أو تساوي D plus 1 أثبتنا هاي وأثبتنا هاي لو أجمعهم الثنتين مع بعض بطلع بنتيجة إنه الدي في سي دائما بيساوي الدي بلس 1 الدي عدد الدايمنشنز بالسيستم تبعي والدايمنشنز له علاقة بعدد الفيتشرز لما نقول مثلا عدد الفيتشرز 10 معناته الدايمنشناليتي تبعتي 10 فبالتالي الدي في سي تبعتي 11 هيك معناها أوكي فساعات إذا إجانا واحد وقالنا أنا عندي على سبيل المثال 50 فيتشر من قوسين معناته إنه الدي في سي تبعتي 51 صح ولا لا؟ لأنه عدد الدي في سي رح يكون بيساوي عدد الدايمنشنز بلس 1 هيك المقصود فيها أوكي؟ هسا بدنا نشوف شو علاقة الدي في سي اللي هي النمبر الفي سي دايمنشن مع أو شو معناها عملياً عملياً حكينا آخر شيء حكينا بالمحاضرة الماضية اللي هي طبعا D plus 1 بتساوي number of parameters okay number of parameters هسا شو اللي بدنا نسوي كلياته why we attach the VC dimension لا number of parameters لانه the VC dimension gives me the maximum number of points that I can shatter okay فبدي اعمل relationship بين the VC dimension and number of parameters اللي هم تقريبا اللي هم متساويات الـ number of parameters للسيستم هو نفس عدد الـ VC dimension تبع السيستم فمن خلال القاعدة هاي أو من خلال الشغلة هاي we will show two things أوكي؟ راح نشوف شغلتين أساسيات أول شغلة اللي هي أو شو اللي بدنا نعمل interpretation أو ليش شفنا أصلا الـ VC dimension مشان شغلتين أساسيات أول واحدة اللي هي بدنا نعمل understanding للماث كونه عمنا كونه بنعرف يعني عارفين شو الماث اللي behind the VC dimension بدنا نشوف what does it signifies شو يعني إيش بتمثل the VC dimension بإيش إلها علاقة بالسيستم تبعي ورح نشوف إلها علاقة كثير مهمة لما أعرف the VC dimension هسا على سبيل المثال يجعلك واحد وقال لك أنا عندي سيستم والفيتشرز تبعوني على سبيل المثال 50 مباشره زي ما حكينا معناته الفي سي دايمنشن تبعاته 51 الفي سي دايمنشن للسيستم اللي بده يستخدمه 51 شو علاقته على ارض الواقع يعني شو لما تعرف المعلومه هاي شو معناها هسه هاي الشغله ريليتس مباشره للنمبر اوف بارامترز وي ويل جيت تو الابوريت يعني مشان اعرف شو البارامترز تبعت السيستم تبعه لازم اعرف 51 بارامتر اذا عنده 50 فيتشر هاي أول قاعدة مهم جدا إنه أعرف إنه أصلاً في VC dimension إله كونه في VC dimension إله معناته مباشرة بقدر أستوعب إنه في عندي learning بالموضوع لأنه VC dimension finite مش إنه infinite أوكي فهاي أول نقطة النقطة الثانية بدنا نشوف كيف بدي أعمل apply للVC dimension بالpractice بال على أرض الواقع فهاي اللي بدنا نشوفه حاليا طيب مشان نشوف الشغلة هاي حاليا هسا المين ايديا حتى عملنا understanding what انه ال VC dimension signifies
looks like degrees of freedom. شو معنى degrees of freedom؟ اوكي فمشان اطلع مشان نعرف شو معنى degrees of freedom مشان نعرف شو معنى degrees of freedom اللي هي لما الموديل تبعك is characterized by set of hypotheses. هسا الموديل تبعك كيف بيختلف او يعني اي موديل انت بدك تستخدمه هو الموديل عبارة عن algorithm و set of hypotheses. هذا اللي حكينا صح ولا لا؟ هسا الالجوريثم شو بتساوي؟ اختار لك hypothesis معين صح ولا لا؟ هسا كيف بنحصل على one hypothesis or another hypothesis by setting the parameters of the system صح ولا لا؟ فالالجوريثم تبعتك فعليا على ارض الواقع جوا جوا بالليرنينج جوا شو اللي قاعد بصير بالالجوريثم؟ الالجوريثم كل ما هنالك اللي بتعمل كاستمايز على البارامترز لحتى تختار لك hypothesis من الhypothesis اللي بقدر احصل عليها صح ولا لا؟ فهاي واحدة hypothesis بيكون إلها values هالقد من الparameters. hypothesis الثانية بيكون إلها values هالقد من الparameters. كان الله بالسر عليهم على عيني وراسي. إذا ال parameters give you degrees of freedom in order to create hypothesis or another. يعني أي hypothesis بدك أنت تستخدمها لازم يكون عندك algorithm لحتى توجد لك الفاليوز للبارامترز الموجودات عندك بالسيستم والفاليوز هاي انت عمالك تختارها اختيار من مجموعه من الفاليوز كلياتها اوكي فالبارامترز تبعات السيستم تبعك اوكي البارامترز راح يكون لهم انالوج ديجريز اوف فريدم تخيل اوكي راح يكونوا انالوج ديجريز اوف فريدم شو المقصود بالنقطه هاي المقصود بالنقطه هاي اللي هي تخيل انه البارامتر الواحد الموجود عندك بالسيستم هو عباره عن زي مفتاح الغاز هاي مفتاح الغاز تبع البيت اوكي هاي على سبيل المثال W0 اوكي هاي بتمثل كل الW0 تبعاتك بالسيستم هاي W1 هاي W2 وهلما جرا بغض النظر كم مفتاح عندك للغاز يعني think of the parameters as نسميهم knobs. Okay. لما اختار hypothesis معينة من hypothesis set معنى هالحكي احنا نعملنا set للknobs هاي للمفاتيح هاي بشكل معين حركنا هذا على اليمين شوي حركنا هذا على اليسار شوي حركنا هذا لفوق لتحت هلو مجرا فكل واحد من الparameters هذول الإيدين تبعات الغاز حركناها بطريقة معينة الطريقة اللي بقدر أحرك فيها هاي أوكي الطريقة اللي بقدر أحركها بأي رقم بدي إياه بالدائرة على سبيل المثال مشان هيك سميناها أنالوج أي رقم بدي إياه عددهم بنسميهم degrees of freedom عددهم بنسميه degrees of freedom فبالتالي لما حددنا degrees of freedom إلهم كان analog ليش لأنه continuous values لأنه continuous values هسا ال VC dimension بحول لي ال analog values degrees of freedom هاي لباينري شو المقصود كخلاصة بالنقطة هاي المقصود فيها إنه بس أعرف أنا ال DVC بقدر أعرف إنه هل إنه ممكن أحصل على dichotomy اللي بدي إياها ولا لا باينري صفر واحد مباشرة إذا بحصل على الـ DVC بس لحاله الـ good thing about الـ VC اللي هو معناه بترانسليت لأن الـ parameters into binary degrees of freedom هاي كنقطة جوهرية وأساسية زي ما حكينا اللي هي إذا وجدت الـ DVC معناته أنا وصلت لخلاصة اللي هي إنه في عندي تقسيمة معينة للسيستم هذا هسا ال VC شو وظيفته؟ ال VC tells you when you can get any dichotomy you want. يعني لما واحد يقول لك ال DVC 10 معناته بقدر أحصل على ال dichotomy بنقاط بعشر نقاط بأي تفصيل للنقاط العشرة كلهم باستخدام السيستم تبعي. هاي أول نقطة مهمة لازم نعرفها لل DVC شو معناها؟ أعتقد هاي معناها واضح. هسا كيف احنا بنعمل دايكوميتي you get one point and set the label plus two plus one minus one get the second point get and so on and the maximum للpoints
الماكسيمم نمبر اوف بوينتس ذات يو كان سيت بلس 1 وماينس 1 وبتعمل شاترينج لهم لما توقف هناك الماكسيمم نمبر اوف بوينتس هاي هو دي في سي. اوكي هسه كم ديفرنت ثينج يو اكتشوالي جيت اوكي كم دايكوميتي بقدر احصل ديفرنت ثينجز من الفي سي كلها بتتلخص بمعنى الفي سي دايمنشن. فالفي سي بيعمل ابستراكشن للاول ماث ذات جوز انسايد ذا موديل بغض النظر عن الموديل شو هو فمعرفتك للفي سي بالنسبه للموديل فقط لحتى تعرف هل انه الموديل بيقدر يحصل لك على الدايكوميتي اللي بدك اياها ولا لا، ولكم النقطه ممكن انت تستخدم السيستم تبعك. هاي المقصود بالفي سي دايمنشن. اوكي فالفي سي دايمنشن بيلخص لنا شغلات كثيره. اذا كان على سبيل المثال بقدر احصل على بعمل شاترينج ل 10 بوينتس ممتاز، ما في مشكله بقدر اعمل شاترينج ل 10 بوينتس. اذا يجي عليك واحد ثاني بقول لك بقدر اعمل شاترينج ل 20 بوينتس معناته عنده ديجريز اوف فريدم اكثر من عندك. بين قوسين الفي سي دايمنشن تبعه بيستخدمه اكثر من الفي سي اللي بتستخدمه انت. اوكي فبالتالي مع يعني على سبيل المثال كيف ممكن احكي لك اياها على ارض الواقع. اذا جعل لك واحد سيستم معين وحكى لك بدي تصنف لي الدوكيومنتس هاي لا دوكيومنتس رياضيه ودوكيومنتس مثلا رياضيه وسياسيه على سبيل المثال، بتقول له ماشي شو الفيتشرز تبعونه، بيقول لك انا عندي 10 فيتشرز. مباشره انت بتعرف انه الدي في سي تبعك 10 11، فبالتالي بقدر اعمل شاترينج ل 11 نقطه على سبيل المثال. اذا اعطاني 30 نقطه ممكن اقدر احصل على شاترينج لهم، مش بالضروره، لكن الداتا سيت اللي ممكن يعطيك اياها لازم تكون ممثله عن كل البوينتس الموجوده عندك بالسيستم لحتى تحصل على سيستم في ايرور اقل بكثير من السيستم اللي ممكن انت تنظر له ب 10 نقاط. فبالتالي الفي سي دايمنشن هو ملخص وجيز وشامل عن كفاءة السيستم، شو السيستم بيقدر يعمل لك كاتيجورايزيشن. مباشرة تقدر نحصل على المعلومة هاي من خلال الـ VC Dimension. هاي كنقطة جوهرية وأساسية للـ VC Dimension شو مقصود فيها؟ ثواني بالله. أوكي واضح شو المقصود بالـ VC Dimension؟ أي سؤال عليها؟ أوكي هسا بدنا نشوف شو العلاقة، بدنا نعمل نشوف شو الكورسبوندنس بين degrees of freedom والفي سي دايمنشن، هل هي holds ولا لا. كامثلة عليها نشوف البوزيتيف ريز. البوزيتيف ريز كان دي في سي لها واحد. أوكي الدي في سي لها واحد، طيب مباشرة كيف شو معنى دي في سي لها واحد؟ معناته عدد البارامترز تبعونها واحد. هاي على يقين احنا بنعرفها. لما نعرف انه دي في سي واحد معناته ما بقدر اعمل شاترنج لغير لنقطه واحده فقط، صح ولا لا؟ هاي معنى الدي في سي. طيب شو البوزيتيف ري؟ البوزيتيف ري هو عباره عن ري يعني مجموعه من الارقام. في عندي هون ثواني بالله خلينا نرد على التليفون ثواني، شكله ضرب ألف مره. الو ايوه رجعنا. اوكي طيب نرجع للبوزيتيف ريز. اوكي شو الدي في سي بتساوي واحد؟ كيف تشتغل الدي في سي بتساوي واحد؟ طب بقدر اعمل شاترينج لنقطه واحده، هيك معناها معنى هالحكي هذا، او لجزء واحد معناها معنى هالحكي هذا. معناته كمان كملخص الدي في سي بتساوي معناته عندي 1 بارامتر. اوكي بتساوي عدد البارامترز، الدي في سي بيساوي عدد البارامترز. مباشرة
كونه دي في سي بيساوي عدد البارامترز. طيب خلينا نشوف البوزيتيف ريز كيف تشتغل. البوزيتيف ريز عبارة عن جهة بنصنفها على أساس إنها بلس 1 وجهة ثانية بنصنفها على أساس إنها ماينس 1. بالاعتماد على مين؟ بالاعتماد على A، والA هي البارامتر. كم بارامتر ممكن أستخدم للبوزيتيف ري؟ واحدة اللي هي نفسها الدي في سي. فبالتالي البوزيتيف ريز الدي في سي له واحد، مباشرة نعرف إنه عدد البارامترز للبوزيتيف ريز واحد. نفس الشيء البوزيتيف انترفلز الدي في سي له اثنين A و B، فبالتالي باستخدام الA وال B بقدر أعمل شاترينج للنقاط هاي للأماكن هاي. الدي في سي بيساوي اثنين معناته البارامترز اثنين A و B. فبالتالي وصلنا لنقطة إنه في كورسبوندنس بين ديجريز أوف فريدم والفي سي دايمنشن. هسا بالمحاضرة الجاي كونه ظل معنا أقل من دقيقة بدنا نشوف هل إنه فعلاً في علاقة بيناتهم ولا لا. بدنا نكمل هسا بالمحاضرة هاي. هسا المحاضرة الجاية هي بعديها مباشرة صح؟ إذا هسا بس لما تخلص المحاضرة راح مباشرة أبعث لكم لينك على الجروب ونشبك مرة ثانية. أوكي؟ اللي عنده سؤال خليها للمحاضرة الجاية، هسا أخر شوي راح نبلشها. خليكم معنا.